صباح الخير البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم نهار الحد كيف داز عندي. المهم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشارك معكم. كنتمنى الفيديوهات ديالي ينالوا اعجابكم، وكذلك ما كرهتش انكم تحطوا لي تعليقاتكم وتبارطاجوا الفيديو وديروا لي لايك. شكرا لكم بزاف اللي الله يخطيكم عليا. المهم البنات، كيف فقت في الصباح راني طرفت الكوزينه كيف كتشوفوا معايا، كل حاجه رديتها بلاصه. ايوا بديت في الغداء بعد ما فطرنا بطبيعه الحال. بديت في الغداء اليوم غادي ندير لهم السفه المدفونه. المهم هنايا راه خديت شويه ديال الدجاج قطعت معاه البصله وشويه الزيت والملح وغادي نشحرهم. المهم غادي نوريكم المراحل بسرعه حيت راه فايت ليا مشاركها معكم. المهم غادي نشاركها معكم. كذلك غادي نشارك معكم في العشيه واحد الكاب كيك اللي كيجي خطير، ممكن تعطوه لوليداتكم يدوه معهم مدرسة. المهم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. يلا نخليكم تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. وهنا رجعت للصفه، عندي تقريبا كيلو ديال الصفه. دائما البنات اختاروا النوعيه الممتازه باش ما تعجنش فيكم. غادي ندير فيها شويه ديال الزيت صافي، غادي نحاول نغلفها كامله بهذاك الزيت. في نفس الوقت الدجاج والبصله راه كيتشحروا صافي البنات. انا زدت واحد الربيطه ديال الربيع، الدجاج ديالي ها هو راه تشحر. غادي نزيد دابا شويه ديال الزعفران شعره وغادا نزيد التوابل كامل. غادي نزيد شويه البزار، شويه سكنجبير، خرقوم بلدي، القرفه، كذلك غادي نزيد شويه ديال السمن صافي. غادي نشحر كلشي مزيان ونزيد الماء ونخليه يطيب. صافي البنات، دابا غادي نخلي حتى يغلي الماء وغادي ندير الشعريه تفور. وفي نفس الوقت راه كنوجد الماء كنديرو يغلى باش غير تفور. تقريبا كنحسب ليها نص ساعه كتبان ليا كلها الشوكات طلعت صافي، كنعرف هذيك الساعه راه كملات الفوره الاولى. كنحيدها وكنسقيها بالماء طايب مباشره من بالماء طايب، غير الفوره الاولى اللي كندير لها الماء طايب، اما الفوره الثانيه والثالثه لا صافي كنحبس. صافي البنات، دابا طلعت الفوره الاولى، غادي نسقيها بالماء طايب غلي مزيان صافي. وخليها تصفى وغادي نديرها في القصريه ونبدا مره مره نزيد ليها الماء بارد باش نحلها الا كانت شي بلاصه مخبله. صافي البنات، غادي نسقيها دابا شويه بالماء بارد وغادي نخليها حتى كتشرب هذاك الماء بارد، عاد غادي ندير الفوره الثانيه. هما البنات انا راه سقيتها وخليتها تنشف، ها نتوما. بالنسبه للبنات كاينه شي سفه اللي ما كيخصكمش تسقيوها بزاف حيت راه غادي تعجن لكم. هذه راه نوعيه زوينه وانتوما ما كتعجنش نهائيا. صافي دابا راه نشفات، غادي ندير الفوره الثانيه حتى هي نص ساعه. هما البنات هنا راه فارت الفوره الثانيه، ها نتوما تطلع. درت هنا شويه ديال الزبيب باش غادي نخوي عليه وغادي نزيد شويه الزبده صافي. هادي راه الفوره الاخرى، غادي نزيد شويه الزبده الا احتاجت. بانت ليا محتاجه شويه الماء غادي نزيدها، بانت ليا ما محتاجاش الماء ما غاديش نزيد نهائيا الماء صافي. كنخلط كلشي مزيان وندير الفوره الثالثه، وديك الساعه غادي نزيد لها سكر كلاصي. ما كنزيدوش دابا حتى كتفور الفوره الثالثه والاخرى، عاد كنزيد سكر كلاصي. انا درت الفوره الثالثه البنات، زدت غير شويه الماء، بانت لي باقا محتاجه شويه الماء، ونيت في نفس الوقت الا بانت لي شي وحده مخبله راه كنحلها بالماء. نتوما صافي
شفتوا راه كتجي، تبعوا هاد الطريقه راه كتجي معزوله شعره شعره. صافا البنات هي طلعت الفوران، خليها واحد شويه مهم تقريبا نص ساعه في الفوره. غادي ناخذها غادي نديرها هنا، غادي نزيد عليها السكر كلاصي وغادي نخلط كلشي مزيان. غادي ناخذ نصف الكميه ديالو لتحت، ندير الدجاج التغميره ديال الدجاج الوسط، وغادي ندير الكميه اللي بقات لي ديال الصفه من الفوق، وكنزين بخطوط من السكر كلاصي والقرفه وصافي. ممكن تزينوا حسب اللوز اللي عندكم، اللوز محمر ومهرمش هو تحطوه. المهم هكا هذه هي غديبتنا ديال اليوم، نشارك معكم الطبق النهائي ان شاء الله باش ما نطولش عليكم. انتما البنات ها هي التغميره ديالنا، وها الصفه صافي، راه درت لها سكر كلاصي وصافي. ها هي الصفه ديالنا كيف كتشوفوا، كتجي بنينه بهذه الطريقه وكتجي معزوله. شوفوا هانتوما صافي، دابا غادي نحطوا الغدا ديالنا ونطلعوا ان شاء الله باش في العشيه اي حاجه درتها راه غادي نشاركها معكم. دابا البنات غادي نرجع نصور معكم الكاب كيك اللي غادي نديرو باش يديو معهم الوليدات المدرسه. المهم عندي هنا ثلاثه البيضات بحراره المطبخ، غادي نزيد عليهم واحد حبيسه ديال الملحه، غادي نزيد واحد كيس ديال الفاني. هنا عندي جوج اكياس ديال الخميره الحلويات، غادي نخليهم هما الاخرين نحطهم هنا. وعندي كذلك كيس ديال الكاكاو المر، وعندي هنا لا جوج اكياس ديال الكاكاو المر وكيس ديال الفاني. عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغادي نطرب كلشي حتى كيطلع ليا بالخلاط الكهربائي. هنا عندي كاس لاروب ديال الزيت العادي، غادي نضيف فيه في نفس الوقت كنخلط. غادي نضيف علبه ديال الياغورت ديال الفاني، غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال الخل، غادي نضيف واحد جوج كيسان ديال الدقيق، غادي نضيف ليهم جوج خمارات، كل خماره فيها 8 غرام، يعني غادي نحتاج 16 غرام. وغادي نضيف جوج اكياس ديال الكاكاو المر، كل كيس فيه 7 غرام. صافي البنات دابا غادي نبدا نضيف، غادي نقسم هذا الخليط ديالي على ثلاثه، كنضيف الجزء الاول وكنخلط، كنضيف الجزء الثاني كنخلط، صافي حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. خديت دابا هاد الكويختات درتهم في هاد القالب هذا، وغادي نخوي كمية منهم نعمرهم، حاولوا ما نعمروهمش كاملين. بسم الله، غادي ناخذ شويه ديال الشكلاط وغادي نديرو من الفوق. عندي هاد الشكلاط طويل، غادي نقطعو بحال هكا صافي. غادي ندخلهم الفران، عاد غادي نشعل الفران درجة الحرارة 180، غنشعل ليهم فقط من التحت حتى يبانو ليا تنفخو وطابو، غادي نخرجهم ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالهم. نتوما ديرو حبيبات الشكلاط، ديرو الشكلاط اللي متوفر عندكم، ممكن ديرو شويه الفواكه الجافة، المهم اللي بغيتو، اختيار كيبقى ليكم. هانتوما البنات ها هو الكاب كيك ديالي بعد ما طاب، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي ورطبين هانتوما صافي. دابا غادي نخليهم حتى يبردوا، وكنحتفظ بهم في شي علبه كتكون كتسد مزيان، وباش غدا ان شاء الله نعطيهم يديهم مع المدرسه.
انتما البنات راه كنحتفظ فيهم بهم في علبه كتكون كتسد مزيان، بطبيعه الحال تخليهم تيبردوا مزيان هكاك. صافي غادي نسد عليهم ها انتما، وقت ما احتاجوهم غادي نحط لهم وحيده وصافي.